سفيه وهران اللي يسمى والي وهران احد كبار السفهاء، المصيبه تاعهم كلهم يربطوا بعضهم ويزوجوا بعضهم ويزوجوا اولادهم وبناتهم لبعضهم، هذا ايضا لاصق في نسب مع تبون، وبالتالي يصبح اسقاطهم مش سهل يعني. فهذا راهو هنا مع واحد يسموه شوشع. صراحه انا ما كنتش نعرف هذا شكون هو الا بعد ما شفت بعض الاشياء اللي راهي كتبت هنا. مثلا ها وكاين هذا الفيديو ثاني عليه. طبعا دايرين الموضوع استهزاء، وهذا والي وهران مستقبل هذا شوشع، ويبدو انه انسان مريض مسكين يعني. طبعا احنا هذو اللي يستهزأوا بهم وكذا نرفض ذلك للكرامة الإنسانية إلى آخره، لكن الطريقة اللي دارها هذا الوالي هو أنه راح يتصور معاه وصور وكاميرات ومنشورات وإلى آخره، وكأنها استفزاز لآخرين. شكون هم هذ الآخرين؟ على سبيل المثال هاو هنا أيضا في صورة أخرى مع شخص آخر يبدو أنه مسكين يعني، ممكن مصاب في عقله أو في بعض الناس يسموهم يقول لك المهابل. انا صراحه ما نحبش هذا التوصيف لكن مرات نقولوه كدارجه يعني. لكن شوفوا هذا الناس في وهران وش يقولوا، ومنذ متى طلبوا مقابله سفيه وهران اللي يسمى والي وهران. هذا هو حي سان شان اللي تمثله الجمعيه المعتمده جمعيه رقي سان شان. هل من المعقول أن شوشع يحظى باستقبال من الوالي بينما جمعية معتمدة تمثل أكثر من 400 عائلة تسكن في هذه الوضعية المزرية دير طالب مقابلة مع والي ولاية وهران منذ 3 أوت 2022 إلى يومنا هذا، إلى تاريخ اليوم رانا 12 أبريل أو 14 أبريل، اليوم رانا عفوا 12 أبريل، لحد الآن ما كانش حتى رد، ما كان حتى استقبال، ما كان والو. شوفوا الوضعية اللي رانا عايشين فيها. إذا كان هذا الوالي عنده الوقت باش يستقبل شوشع وما عندهش الوقت باش يشوف مشاكل ولا انشغالات تاع السكان، شوفوا راهم عايشين، شوفوا الوضعية كده اللي راهم عايشين فيها، مانيش عارفين اسكو نورمال، هاد الحياة نورمال ولا لا. حنا انتظرنا اللقاء هذا اشهر واشهر، 9 شهور كنا نقولوا بالك ما عندهاش وقت، بالك عندها انشغالات اخرى، لكن لما نشوفه يستقبل شوشع وياخذ معاه الوقت الكافي، بينما حي تاعنا اللي يبعد عن مقر ولاية وهران وين المكتب تاعه، شوف بليات كيفاش راهم يبان لي تاعه. هذا الحي قلنا اللي يبعد عن مقر ولاية وهران ب 800 متر فقط، 800 متر فقط، فولدوازون كيما يقولوا، خط مستقيم 800 متر عن مقر الولاية. شوف الوضعية اللي راه عايش فيها، شوف طلبنا عليكم عدة مرات. وضع تاع حي الحيوانات لا يقبلون، لو كان يسألون لا يقبلون أن يسكنوا فيه، في قلب وهران، لا يبعد عن مقر الولاية كما قال المتحدث إلا ب 800 متر. ومقر الولاية في وهران كما أعرفها إذا كانت مازال في نفس المكان هي في قلب وهران، لا يستقبلهم وقد قدموا طلب منذ 9 شهور منذ أوت اللي فات، بينما يروح يتمهبل بعبارة دارجة مع شوشع ومع آخرين. وهذون هما حكام السفهاء. عندما أقول عليه سفيه أنا لا أتبلى عليه، مش نظلمه، لأني نعرف أنا كل كلمة مسؤول عليه، ما ينطق من قولي إلا لديه رقيب عتيد. وأنصح إخواني وأنصح نفسي وأنصح الجميع أن الناس تراعي ما تقول، لكن ألا تخشى أن تقول كلمة الحق في نفس الوقت، وألا تخشى أن تصف السفيه بأنه سفيه، وإلا ما تبانش حقائق للناس.
ويبدو ويظهر الغموض وما تعرفش الناس شكون هو شكون إلى آخره. فأنا مع مراعاتي وخوفي من الله سبحانه وتعالى في كل كلمة أقولها، مع ذلك فإني إذا لم أقولها وكان حق وكتمت، فكتمان الحق لا يقل فسادا وإجراما على قول الباطل، لا يقل، وأحيانا قد يكون أسوأ منه. هذا السفين تاع وهران اللي بعثر مليار دولار، مليار دولار، أكثر من 20 ألف مليار سنتيم، مازال ما مرتش عليها سنة، ما سمي بألعاب البحر المتوسط، ورجعت وهران إلى ما كانت عليه أو أسوأ. هذا السفيه اللي معروف بكلامه البذيء، بشتمه للمسؤولين، بكلام قبيح، بتصرفات خاطئة، بالرشاوي، يتمهبل بينما ناس واحد أخرين وصر بالمئات، مما يعني أطفال ونساء ورجال وشيوخ وما يعانوه في أحياء لو الحيوانات تسأل لا تسكنها. ولما جاء واحد من السياح الفرنسيين قبل أشهر وصور في وهران أماكن، قال لهم هذا الولي ما كنتش عارف أنا باللي هذا كاينين في وهران، ما يعرفش، مع أن الحي هذاك اللي صوروا وأصبح فيه 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 إذلال للجزائريين لما خرجت الفيديوهات. وحتى الفرنسي هذا الشاب اللي كان يصور كان متألم، قال لك أشعر بألم وأنا نصور في هالصور، تعرفش تحس روحك وراك يعني، بشدة التخلف والقذارة والبيوت اللي راح تطيح والشوارع المكسرة والجدران المكتوب فيها يعني وضع مزري، مما يقلل حتى الإنسان كي يعيش في هذه الأماكن، تقل النخوة عنده، تقل الكرامة عنده، تقل عزة النفس، تقل الشرف، يقل كل شيء، يعيش في محيط من القذارات ومن الفساد ومن الكلام البذيء ومن الصراخ ومن الموسيقى العالية فالناس تعيش حياة بائسة، واللي عنده عقل يقدر يدفع عقله في هذه الحياة منها. أما الأخرين اللي يمشوا كالأنعام ومع ذلك يشعرون بألم. هذا الوالي قال ما كانش على باله، كان صرف قبلها مليار دولار، 20 ألف مليار سنتيم. وهران ثاني مدينة في البلاد وجمالها وموقعها الرائع إلى آخره، إلا أن فيها بعض الأحياء وبعض الأماكن، صدقوني يعني الحوثيين تاع صنعاء ربما عندهم أحياء مليون مرة أفضل، أو الصومال أو غيرها. هل ما فيش مال؟ لا، فيه مال ويصرف ويبعثر من خزينة الشعب، إنما حكام سفهاء، ولاد سفهاء، وزراء سفهاء، جنرالات سفهاء، رؤساء مصالح ومدراء سفهاء، لأنهم لا يقربون إلا السفيه ولا يأتون إلا بالسفيه والسفيهة والفاجر والفاجرة. اللهم إلا هناك استثناءات قليلة من حين لآخر. لا يعرف هذا الولي، ممكن جدا يقول له ما مش عارف أن هذا الحيوان اللي لا يبعد عليه ب 800 متر من مقر الولاية. ولذلك تصبح الثورة واجب، ما هيش قضية خيار، تصبح ضرورة مطلقة. راهم يضغطوا على الشعب ضغط رهيب إلى درجة لا يبقى له حل إلا أن يثور عليهم.